في قصيدة يقول ترى رأس مال ما بعد يمن الرجال، فلا خير في كثرة ولا خير في قلة، وترى في رجال تضربهم الأمثال كبار البخوت اللي على الدين والملة، رجال إلا منه خف وزن رجال اثقال، إجمال المحامل تنقل الحمل وتشله، وعسى شجرة اللي مالها بالهجر ظلال يجيها لباس وينقش عرقها كله، وعسى من يدور للجمايل يجي له مال، ولعل المنايا كل ما جاتها تزله، تعداه للي لبغى المرجلة محتال، تدور المقصور الحبل لين تندله، وانا احب رجل فيه بعض الملار هبال، هبال الرجل بالطيب ما هو بعبله، وانا احب من قوله يناسب مع الافعال، لما قال قول الناس بالقول فعل له، هذه فكرتي والناس كل على ما قال، لافكار اللي في خياله تخيله، حد فكرته يرقابها في طويل جبال، وحد فكرته في قاع ويقول من دله، وذي عادت الدنيا تجي بين حال وحال تصلح بعض الاحوال، واحوال من حله، وترى واجب الرجال يجمل مع الجمال، ومن رافق الجمال في درب اجمل. Yeah.